لما كنتوا تلعبون بالحارة وش كان مركزك؟ أنا ما كنت ألعب. أنا ما كنت تلعب؟ لا لا أنا كنت أشجع بس كنت أشجع ولا شاركت أبدا؟ ما شاركت لو بقى. كنت لاعب وين تتفضل مركز؟ تشعر أنه مثلا أنه الشخص اللي مخدوم يعني مثلا؟ لا أنا ما هو طبعا المخدوم دائما دائما الحارس والمهاجم هذول اللي طبعا الحارس لأنه بيرد كذا شو اسمه كذا كورة والمهاجم هو اللي بيجيب الأجوال فهم اللي يحبون الناس أكثر شيء يحبون والمساكين اللي في الوسط دائما يضيعون الطبق الكادح دائما الكبير البكر والقعدة هم اللي يأخذون